خلينا كمان نشوف فيديو تاني. للأسف يعني الفيديو كان شوية مؤذي ومؤلم، بحيث انتشر مقطع فيديو لمشهد مؤلم كان في إيذاء متعمد لحيوان في أحد الأحياء. الظاهرة في المقطع إلقاء جسم ثقيل على ظهر كلب في أحد الشوارع بالمملكة. وهنا طلب الدكتور محمد الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية وزارة البيئة والمياه والزراعة وقع عقوبة المتعدي على الحيوانات التي قد تصل للسجن و400,000 غرامة مالية، وذلك لما في المقطع من استفزاز للمشاعر ولا تمثل المجتمع الذي تعيش فيه. للأسف دائما بنشوف هذا النوع من الفيديوهات اللي بيتم فيها تعدي على الحيوانات بشكل جدا مؤذي، ولا أعرف من إيش قاعدين يعني يستمتعوا وليش بيتلذذوا. يعني بنشوف مقاطع جدا مؤلمة، نجيب صيصان نولعها نار ونسيبها تجري، ولا أجيب بسة وأولعها وأسيبها تجري. بنشوف الكلب، يعني حيوانات لا حول لها ولا قوة، وتاركتك ورايحة في حال سبيلها. فليش هذا النوع من الأذى؟ إيش ال 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 ما أدري، ما أعرف قديش أوصف الحيوان اللي في الإنسان اللي ممكن يؤذي الحيوان بهذه الطريقة. شوفي، حتى مهما كانت المبررات، حتى لو كان مثلا هناك مبرر إنه هذا الكلب مسعور، هذا الكلب يؤذينا، هذا الكلب قد يشكل خطر علينا أو على الجيران أو أهل الحي، فهناك جهات مختصة تستطيع التعامل وتعرف كيف تتعامل مع الكلاب الضالة أو ما شابه من الحيوانات المختلفة اللي كان ممكن تأذي الإنسان. فمو شرط ان نقابل الاذيه بالاذيه يعني، ولكن هناك طرق صحيحه للتعامل بس معها. هذا تعذيب في الاخر يعني، حتى لو كان الحيوان مؤذي الواحد يقدر انه يبعد عنه او يبعده بشكل ليس بهذه الطريقه صحيح، لكن ما هو بالاذى هذا. يعني انا اتوقع هذول الناس ما في قلبهم رحمه للاسف وتلذذوا بالتعذيب. عموما عندنا خبر اخر بالفعل رؤى، طبعا انتقل